السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إيه الأخبار؟ هتاخد الفلوس معاك إزاي وأنت مسافر؟ ناس كتير سألتني، أنا معايا فيزا لدولة ما ومعايا مبلغ من المال، عايز أعرف أنا هسافر بيه إزاي؟ أخده من البنك وأسافر بيه ولا أحطه في البنك؟ طب لما أجي أسحب هسحب إزاي؟ فهنجاوب على كل أسئلتكم في الفيديو ده. الموضوع ببساطة ومن غير ما أطول عليكم، أنت تقدر إن أنت تسافر من مطار القاهرة على سبيل المثال وأنت معاك 10,000 دولار، ده بالنسبة للمغادرة. أكتر من 10,000 دولار لازم إن أنت تبلغ عنهم، ولكن أنا رأيي الشخصي ممكن إن أنت تاخد بيه أو ما تاخدش بيه، إن أنت ما تسافرش بفلوس كاش كتير، لأن في ناس ممكن إن هي تتسرق أو إن الفلوس تقع منها أو إن أي حاجة تحصل، فالأفضل إن أنت تخلي الفلوس في البنك. بس مش معنى كده ان انا بقول لك ما تسافرش بفلوس خالص، عايز تسافر سافر، بس اهم حاجه تاخد بالك من حته الزحمه والحراميه وان الحاجه ما تقعش منك، يعني تاخد بالك على فلوسك. طيب ده بالنسبه للكاش. بالنسبه بقى للفلوس اللي في البنك، انت هتروح البنك هتبلغهم ان انت مسافر وتطلب منهم ان هم يفعلوا لك كارت الاي تي ام بتاعك او كارت الفيزا بتاعك، سواء ماستر او كريدت، كل الحاجات دي شغاله بره، ان هم يفعلوها تشتغل في الدوله دي. طبعا انت لو ما عملتش الحركه دي وجيت اخدت الكارت بتاعك وحاولت ان انت تستخدمه بره، هيتعمل له بلوك اوتوماتيك، لان البنك بتاعك هيكون فاكر ان انت لسه موجود جوه دولتك، وان اللي استخدم الكارت بتاعك هو شخص اخر غيرك. هو هيلاقي ان انت مثلا قاعد في مصر، مقيم في مصر، وفي واحد في السنغال مثلا ولا نيجيريا استخدم الكارت، هو هيعرف منين ان هو انت؟ فانت لازم تبلغهم ان انا يا جماعه انا مسافر السنغال او انا مسافر نيجيريا او الدوله اللي انت هتسافرها، بحيث ان هم يفتحوا لك الكارت بتاعك في الدوله دي وتقدر ان انت تسحب منها براحتك. وطبعا هيكون في خصومات، البنك اللي انت حاطط فلوسك فيه انت مش هتسحب منه، انت هتسحب من بنك تاني في دوله تانيه، فالبنك التاني بياخد نسبه من البنك بتاعك والبنك بتاعك بيقوم واخد نسبه منك، فانت لازم ان انت تعرف دي بيكون اسمها مقصه، فلازم ان انت تسال البنك بتاعك، تسال خدمه العملاء، لما انا اجي اسحب مبلغ خارج البلد بيتخصم مني كام، لان بيتخصم منك المقصه دي وبيتخصم منك مصاريف اداريه، فلازم تكون عارف ان انت لما بتسحب رقم هيتخصم منك رقم اعلى شويه. طبعا دي بتكون مصاريف اداريه ومصاريف تحويل، بس برضه لازم ان انت تكون فاهم المبلغ اللي هيتخصم منك كام بالظبط. بعض البنوك طبعا بتعمل قروض دوليه ان انت هتقدر ان انت تستخدمه على طول من غير ما تبلغ، طبعا ده بيكون حسب نوع الكارت اللي معاك وحسب البنك اللي انت بتتعامل منه، فلازم ان انت تراجع خدمة العملاء في الحتة دي. بس فالموضوع زي ما انتم شايفين موضوع سهل وبسيط جدا ان شاء الله. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا بالفيديو ده. الناس اللي هي ما اشتركتش في القناة اشترك، تنسوش اللايك والشير، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.